السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في هذا الدرس الجديد من موضوع القسمة. اليوم سنتعرف كيف نقسم على عدد يتكون من رقمين أو أكثر. إذا مثلا نأخذ 457 مقسوم على 13. إذن كيف ننجز هذه العملية؟ إذن لدينا في المقسوم عليه ماذا؟ رقمان، 1 و 2. إذن نأخذ رقمين من المقسوم، إذن 1 و 2 1 و 2. بالنسبة لسبعة نتركها إلى حين ونبدأ. 45 مقسوم على 13 أو 45 كم فيها من 13؟ إذن لكي نجد العدد الذي نضرب في 13 ونجد 45 أو عددا أقرب أو قريب من 45، ماذا نفعل؟ عوض أن نقول 45 مقسوم على 13 نستعمل أرقام العشرات فقط أو رقمي العشرات فقط. نقول 4 مقسوم على 1 عوض 45 على 13 نستعمل العشرات. 4 مقسوم على 1 أو ما هو العدد الذي نضرب في 1 ويعطينا 4؟ إذن طبيعي هو العدد 4. 4 في 1 يعطينا 4. إذن هنا ننجز هذه العملية لكي نتأكد إن كانت العملية إن كان هذا الرقم صحيح. إذن 4 في 3 كم؟ 12. أكتب 2 وأحتفظ ب1. 4 في 1 4 زائد 1 5. الآن ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن 52 أكبر من 45. إذن عوض أن نكتب هنا 4 نكتب 3. 4 عوض 3 وننجز الدرج. 3 في 3 9. 3 في 1 3. ثم عملية الطرح لحساب الباقي. 5 ناقص 9 لا يمكن، أضيف 10 وأطرحها. 15 ناقص 9 6. 4 ناقص 4 0. الآن نمر إلى 7 ننزلها. لدينا هنا 67 مقسوم على 13. نفس الطريقة، عوض أن نقول 67 مقسوم على 13 نقول 6 مقسوم على 1. 6 مقسوم على 1 أو 6 كم فيها من 1. إذن 6. إذن 6 في 1 تساوي 6. ننجز عملية الضرب لنتأكد. 6 في 3 18. أكتب 8 وأعتقد ب1. 6 في 1 6 زائد 1 7. ماذا ألاحظ؟ 78 أكبر من 67. إذن عوض أن نكتب هنا 6 نكتب 5. 5 عوض 6. 5 5 في 3 15. أكتب 5 وأحتفظ ب1. 5 في 1 5 زائد 1 6. أنجز عملية الطرح لحساب الباقي. 7 ناقص 5 2. 6 ناقص 6 0. إذن الخارج هو 35 والباقي هو 2. الآن مع عملية أخرى. إذن مثلا 586 مقسوم على 27. إذن نفس الطريقة، عندي هنا في المقسوم عليه رقمان، آخذ رقمين من المقسوم. إذن 1 2 1 2. 58 مقسوم على 27. إذن يمكن أن نقول 58 مقسوم على 27 أو
خمسة مقسوم على اثنان، نستعمل العشرات، اثنان في رقم العشرات وخمسة في رقم العشرات، خمسة مقسوم على اثنان. إذا ما هو العدد الذي نضربه في اثنان ونجد عددا قريبا من خمسة؟ إذا هو اثنان. اثنان في اثنان أربعة، أربعة قريب من خمسة. وننجز اثنان في سبعة كم؟ أربعة عشر. أكتب أربعة وأحتفظ بواحد. اثنان في اثنان أربعة زائد واحد خمسة. ونجز عملية الطرح، ثمانية ناقص أربعة أربعة، خمسة ناقص خمسة صفر. إذا الآن نمر إلى ستة، ننزلها إلى هنا، نحصل على ستة وأربعون. إذا نفس الطريقة، ستة وأربعون مقسوم على سبعة وعشرون، أو أربعة مقسوم على اثنان، أربعة مقسوم على اثنان. إذا ما هو العدد الذي نضربه في اثنان ويعطينا أربعة؟ إذا هو اثنان. اثنان في سبعة، أربعة عشر، أكتب أربعة وأحتفظ بواحد. اثنان في اثنان أربعة زائد واحد خمسة. ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن أربعة وخمسون أكبر من ستة وأربعون. إذا هنا عوض أن نستعمل اثنان نستعمل واحد. إذا واحد في سبعة سبعة، واحد في اثنان اثنان. ننجز عملية الطرح لحساب الباقي، ستة ناقص سبعة لا يمكن، أضيف عشرة وأطرحها، ستة عشر ناقص سبعة تسعة، أربعة ناقص ثلاثة واحد. إذا الخارج هو واحد وعشرون والباقي هو تسعة عشر. إذا الآن نمر إلى عملية أخرى. إذا مثلا مئة وتسعة وستون نقسمها على سبعة وثلاثون. إذا هنا نفس الشيء، عندي رقمان في المقسوم عليه، أخذ رقمين من المقسوم. إذا ستة عشر مقسوم على سبعة وثلاثون. إذا ستة عشر كم فيها من سبعة وثلاثون؟ ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن ستة عشر أصغر من سبعة وثلاثون. إذا ستة عشر ليس فيها أي سبعة وثلاثون. إذا هنا آخذ ثلاثة أرقام، آخذ الأرقام الثلاثة كلها، مئة وتسعة وستون مقسوم على سبعة وثلاثون. إذا هنا ماذا نقول؟ نقول مئة وتسعة وستون مقسوم على سبعة وثلاثون، أو نترك الوحدات هنا، نترك الوحدات ونقول 16 مقسوم على 3. إما أن نقول 169 مقسوم على 37، أو نترك الوحدات ونقول 16 مقسوم على 3، 16 مقسوم على 3. إذا ما هو العدد الذي نضربه في ثلاثة ونحصل على عدد قريب من ستة عشر؟ إذن هو خمسة. لماذا؟ لأن خمسة في ثلاثة تساوي خمسة عشر، وخمسة عشر قريب من ستة عشر. إذن الآن ننجز عملية الضرب، خمسة في سبعة خمسة وثلاثون، أكتب خمسة وأحتفظ بثلاثة. خمسة في ثلاثة خمسة عشر زائد ثلاثة ثمانية عشر. ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن مئة وخمسة وثمانون أكبر من مئة وتسعة وستون. إذا خمسة ليست صحيحة، إذا أكتب مكانها أربعة. أربعة. وأنجز عملية الضرب، أربعة في سبعة ثمانية وعشرون، أكتب ثمانية وأحتفظ بإثنان. أربعة في ثلاثة اثنا عشر زائد اثنان أربعة عشر. إذا أنجز عملية الطرح، تسعة ناقص ثمانية سبعة،
عفوا 9 ناقص 8 1 6 ناقص 4 2 1 ناقص 1 0. إذن الخارج هو 4 والباقي هو 21. نمر إلى عملية أخرى. إذا مثلا 1648 مقسوم على 45. إذا نفس الطريقة عندي في المقسوم عليه رقمان، أخذ رقمان من المقسوم. 16 مقسوم على 45، إذا هنا ماذا ألاحظ؟ 16 أصغر من 45. إذا هل توجد 45 في 16؟ لا، لا توجد أي 45 في 16. إذا مادام 16 أصغر من 45، إذا هنا أخذ ثلاثة أرقام. أخذ 164 ثلاثة أرقام وأترك 8 إلى حين. إذا 164 مقسوم على 45. 164 مقسوم على 45. ماذا أفعل هنا؟ أترك الوحدات وأقول 16 مقسوم على 4. 16 مقسوم على 4. إذا ما هو العدد الذي أضربه في 4 وأجد 16؟ إذا هو 4. 4 في 4 16. إذا هنا أنجز عملية الضرب. 4 في 5 20، أكتب 0 وأحتفظ ب 2. 4 في 4 16 زائد 2 18. إذا نفس المشكل، 108 أكبر من 164. إذا هنا عوض 4 سأكتب 3. إذا 3 في 5 15، أكتب 5 وأحتفظ بواحد. 3 في 4 12 زائد 1 13. أنجز عملية الطرح. 4 ناقص 5 لا يمكن، أضيف 10. 14 ناقص 5 كم؟ 9. 6 ناقص 4 2. 1 ناقص 1 0. إذا الآن أنزل 8 وأقول 198 مقسوم على 45. إذا هنا لتسهيل العملية أترك الوحدات هنا وأقول 29 مقسوم على 4. 29 مقسوم على 4. إذا ما هو العدد الذي نضربه في 4 ونجد عددا قريبا من 29؟ إذا هو 7. لماذا 7؟ لأن 7 في 4 تساوي 28، و 28 قريب من 29، إذا 7. 7 في 5 35، أكتب 5 وأحتفظ ب 3. 7 في 4 28 زائد 3 31. إذا ماذا ألاحظ؟ 315 أكبر من 298. إذا عوض 7 سنكتب 6. هكذا 6. إذا 6 في 5 30، أكتب 0 وأحتفظ ب 3. 6 في 4 24 زائد 3 27. إذا أنجز عملية الطرح لحساب الباقي. 8 ناقص 0 8. 9 ناقص 7 2. 2 ناقص 2 0. إذا الخارج هو 36 والباقي هو 28. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو. في الدرس المقبل إن شاء الله سنرى بعض الحالات الخاصة من القسمة. انتظرونا. إذا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.